النادي الزمالك بيبقى عدي كان بظروف صعبه، شويه ازمات شويه مشاكل مع الفريق. كان في جلسه النهارده من الشيخ مرتضى منصور برضه انفردنا بعد الجلسه، تعال نروح برضه نشوف قالوا ايه وهيحلوا ازاي، ومن الشيخ مرتضى منصور هيعالج الفريق ازاي، نشوف ونرجع تاني. واول ظهور ايضا لشيكابالا مع نادي الزمالك عبر شاشه الحياه، نروح ونرجع لكم تاني. ان شاء الله باذن الله من بكره نرجع للناس الموسم اللي فات، ونلعب على الزمالك. نرحب بكابتن الفريق طبعا كابتن شيكابالا. وانا بعد من بكره ان شاء الله هنرجع زي السنه اللي فاتت، بس احنا عايزين من حضرتك تقف في ظهر اللعيبه، مش اللعيبه دي كانت رجاله وان شاء الله من بكره هيكتب حضرتك اللي انا بقوله ده، وان شاء الله ربنا يكرمك. فمن بكره ان شاء الله ربنا يكرمنا رجاله ومدنيات طبعا ان شاء الله في مكسب عصبي ان شاء الله. انا بس قبل ما اختم مين الصندوق مع الفلوس؟ هتروح لازم خلاص؟ جايبين من الشيكات لسه عملت الجزمه الفنيه كده. الالتزام الالتزام الالتزام. شيكابالا عليه مسؤوليه كبيره جدا انه شو يلتزم، لا هيبقى قدوه للعيبه، لان اقدم لاعب فيهم المجموعه دي كلها هو شيكابالا، وفي 50,000 عين بصاله ووصل لتجربه. ان شاء الله بكره هنستلم السيجنال بتاعه. المدير الفني بقى يلعبه ما يلعبوش، خلي احتياطي يلعبه السنه الجايه، دي مسؤوليه المدير الفني مش مسؤوليتك. لكن اهلا بيه واهلا ب رمزي خالد ان شاء الله بكره. Acho que hoje foi uma reunião bem proveitosa. Vou pedir ao presidente que dê um voto de confiança aos nossos atletas. São bons rapazes, querem fazer o máximo e o esforço necessário para ganhar essa competição. E da mesma forma, vou pedir aos atletas que dêem um voto de confiança ao nosso presidente. Eu acho que se nós tivermos esses três pontos fortes no clube, a nossa direção, os nossos atletas e a nossa comissão, acho que ninguém tem como parar nosso trabalho.